جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت. انا اللي اتيت واعلم من اين. يا زهدي في ايه؟ اتخضيت صح؟ شفت زي ما قلت لك بالظبط، 24 ساعه ما خسوش ساعه، يا الدفع يا الحبس. والنبي يا زهدي انا مش فايق لك، كفايه اللي انا فيه. مالك يا فارس في ايه؟ متضايق ليه؟ فضفض لي. ما انت عارف يا زهدي الورث والجواز مش لاقي عروسه. ما تقلقش دواك عندي، انا هجوزك نعمات خرز البقر. خرز ايه؟ البقر دي كانت رقاصه بترقص بالشمعدان اربع ادوار بسكان ومساعات البي، بس الحمد لله تهبت. هو انا هتجوزها ولا هتجوز الشمعدان؟ هتتجوز سوري. ولما هي هتتجوز سوري انا هعمل ايه؟ كده وكده يا اخي. قصدك جواز سوري؟ سوري ايوه طبعا، تمضي على القسيمه تستلم الميراث وتطلعها بعد كده يا اخي. والله فكره حلوه تصدق. اهو الواحد برضه ما بيبقاش يتجوز بجد ويقفش الفلوس. ودي بقى هتجيبها لي امتى؟ تخرج من المستشفى بالسلامه باذن الله. مستشفى؟ اه. ليه يا مالها؟ بتعمل عملية زرع طحال. والطحال بتاعها ماله؟ اتاكل من عوامل التعرية. هي عندها كام سنة؟ 95 سنة. 95؟ هتجيب لي عروسة عندها 95 سنة يا زهدي؟ يا سيدي احنا مش عايزين أكتر من كده، تمضي على القسيمة وتستلم أنت الميراث واستلم أنا الفلوس وإن شاء الله تموت يا أخي. طب ودي هتكمل معانا إزاي دي؟ احنا نبقى نكلم غلاب يجيب أنبوبة أكسجين يحطها جنبها في الكوشة. والله تصدق أنت طلعت أجدع من غلاب، أنت طلعت قلبك عليا أهو. أنا مش قلبي عليك الصراحة، أنا قلبي على الفلوس. ايا كان يعني، المهم خلاص قولي مبروك. البقاء لله. حياتك اللي بقى. الحق انا بقى اروح اجيب تصريح الدفن. اتفضل. ممكن اسلم عليك تاني؟ ليه؟ عشان لقيتك مره واحده وحشتني. يا اهلا وسهلا يا فندم، منوره الاوتيل كله. احنا النهارده في عيد، والله في عيد. ايه الاوتيل الكحيان ده؟ نعم. انا حاسه ان انا داخله بانسيون ولا لوكاندا معمول لها ابجريد. نعم. وبعدين في ريحه وحشه في المكان، مش عارف، مش طايقه الريحه. الريحه دي منك انت؟ لا والله يا فندم. لا لاخدك عامل كده يبقى انت. لا يا فندم انا مستحمي والله. اوكي. بص انا مش طايقه المكان بصراحه، باللي فيه. تحب حضرتك يا فندم ابعتك على اوتيل تاني مع احتفاظي بالتبس؟ انت بتحتفظ باللبس بتاعي ليه؟ ده لبسي انا. وبعدين التبس يا فندم. ايه ده هبخرني يعني؟ ايه التبس يعني؟ وبعدين انا مش قادره اروح ادور في مكان تاني، انا تعبانه. على فكره بقى يا فندم التبس هنا اقل من بره بكتير. انت بتتكع على التبس يعني؟ شكلك هتاخد 100 تبس على قفاك. ربنا يخلي حضرتك يا فندم. يا عزوق احب الكاش. معاك فكه 200؟ فكه؟ اه. يا نهار ابيض، وانا اللي كنت فاكر هاخد ال 200 كلها. يلا اهي نوايا تسند الزير. يلا هي 1000 جنيه. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. ميرسي جدا، ميرسي جدا. بس معلش عشان بس نتاكد بس ان ال في ناس اصلا بتبقى كاتبه الصفر الاخير ده مش باين مموه، فاهم؟ يا ساتر يا رب. بس ايه؟ عشان نبقى ايه هسرقها؟ ايوه تمام. يلا السلام عليكم. لا يا فندم بعد اذن حضرتك، كل سنه وحضرتك طيبه. اهو انت عايز تبس برضو؟ طب غمض عينيك فتح عينك. عايز التبس اللي في الايد دي ولا اللي في الايد دي؟ خلينا في اليمين يبقى دي. مفيش تبس. يلا سلام عليكم. لا بعد اذن حضرتك، ايه اللي تشوفيه؟ مش ممكن، مش ممكن، انت فظيع ما بتسيبش حقك. اتفضل يا سيدي. 20 جنيه اهي. يلا. وجاي على نفسك كده ليه يا فندم؟ السلام عليكم. عليكم السلام. ايه؟ ال 200 جنيه بتاعتي. بعدين بعدين. لا هو ايه اللي بعدين؟ هو انا كمان هصرف على الزباين؟ وطي صوتك يا حيوان انت، انت بتقول تصرف عليا؟ بقول لك ايه يا فندم؟ انا ما عنديش مبدا وقليل الذوق، انا عايز ال 200 جنيه بتاعتي دلوقتي حالا. يا اخي يا اخي خلاص، الرحمه والانسانين عدمه. اعتبرني امك الصغيره. امي؟ انت طولت ابقى انا امك. بقول لك ايه؟ ما تتوهنيش، اديني ال 200 جنيه. اصل انا بصراحه جايه هنا ادور على شغل، واوعدك اول مرتب اقبضه اديك الفلوس بتاعتي. اقف جنبي يا اخي في ايه؟ استغفر الله العظيم يا ربي.
انا لو جاي اعمل بطاقه كان زماني خلصت الاجراءات بتاعتها وروحت. يا فندم يا فندم، انا بقالي ساعه واقف مع حضرتك ما فهمتش اي حاجه غير ان انت اسمك اسراء. اسراء؟ ايوه. حاف كده؟ انا بجد مش فاهمه بيشغلوا الاشكال زيكم ازاي في الاوتيلات الكبيره دي. لا وكمان في الريسبشن. على فكره يا فندم انا متخرج ومعايا شهاده تقدير كويسه جدا. يا حبيبي لا حضرتك ما اسمحلكيش. بس انا اقول لحضرتك على حاجه. انا بكح حضرتك من حق اكح. بكح ايه؟ ايه ده في ايه؟ انت مجنون يا ابني. انت وبعدين انت خليني اقطع معاك. انت معدي يلا؟ لا انا مش معدي. امال ايه في ايه؟ انا حضرتك عايز اقول لحضرتك بس طب للمدير بتاعك يلا واقول له ان اسراء وصلت. وخلي بالك لو عرف ان انا وصلت واستنيت لحظه واحده هيرفدك. اللحظه بتفرق. رمز الجمل انت نازله انتخابات ده على اساس ان انا جايه باليافطه يعني؟ لا انا اسف انا اسف، انا هكلم مستر فارس المدير بتاعي واقول ان استاذه اسراف وصلت. يلا اسراف قول له اسراف يا يلا. اي سوري يا مدام. مدام مش مدام صح؟ مش مدام. انت حته انت بتتكلم انت مدام. عارفه انت اسلوبك يتغير يبقى حلو كده. ربنا يبارك لي واجي لي فرح الازهر نبقى نفرح بيكي. يلا انت خالتي اللتته ليه كده؟ هو اللي جايب لي الكلام. عارفه ده لو يسكت انا ما بسكتش. ده بيسكت يا ابني. يا ابني حبيبي ما تبغيش كتير معايا يلا عشان خلق ايديا. لا يا فندم ربنا يحاضر. يلا اطلبوا يا بيه اتفضل اطلبوا. ايوه يا مستر فارس. ايه ده؟ انت مجنون. بعد اذن حضرتك انا عندي هنا اسراء هانم واقفه معايا. نعم يا فندم؟ خدها من ايديها ووديها عند حضرتك وشوف تشرب ايه؟ حاضر يا فندم. لا اوامر اوامر. استاذن حضرتك اجي اخدك من ايدك اوصلك لمستر فارس وشوف تشربي ايه؟ تاخدني من ايدي توصلني لمستر فارس ده على اساس ان انت موديني الحضانه ولا تلاكيك شباب هي؟ تلاكيك شباب ايه يا حضرتك؟ انا مالي انا اقول بيقول ولا 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 انت بتشوحني ولا ايه؟ انا مش بشوح لحد. بقول لك ايه؟ لا بقول لك انت ايه؟ عايز دماغين على فكره. دماغين؟ اه انا بتكلم ليه؟ ما ده اللي جايب لي الكلام. أيوة. انا لو يسكت ما بيسكتش. ايوه انت عايز ايه دلوقتي حضرتك؟ تعالى اتفضل وديني لمستر فارس. هلفلك. انت لسه هتلف لي يلا يا بيه. لا تحت امرك اللحظه بتفرق مش همز الجمل. عينيا تحت امر حضرتك. تحت امر حضرتك. يا نهار ايه تحت امر حضرتك. احنا نصلي الجمعه يا ابني. ايه لا ده؟ لا انا طول اليوم واقف على رجلي فبيطلع لي دوالي وكلالي. كلالي؟ اه اتفضلي حضرتك. ايه ده؟ اتفضلي يا ست الناس منورانا منورانا. اتفضلي يا فندم. لا حضرتك اتفضلي الاول اتفضلي. خريج معهد لاسلكي. اه خريج معهد لاسلكي. اهلا 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 اسراء هانم. المفاجاه الحلوه دي ميرسي. انا اسف ان انا جيت بعديك يعني. ما تكررهاش تاني. بس ما كنتش اعرف ان حضرتك سنك صغير كده. شواف على فكره. ها عجبك الاوتيل؟ بصراحه قذر قوي. وانا لو اعرف ان الموضوع كده ما كنتش جيت مخصوص من القاهره. طب يعني ايه اللي ما عجبكيش في الاوتيل؟ قصدك ايه اللي عجبني في الاوتيل؟ حضرتك الاوتيل بتاعك ده محتاج اعاده ضبط المصنع، يتفرمط كده من اول وجديد فيرجع اوتيل. طيب ما حضرتك بقى هتعملي اللي احنا ما قدرناش نعمله. بس دي مهمه صعبه قوي. اعتبر الاوتيل بتاعك من اللحظه دي. كنتش متخيلة ان الموضوع يبدأ بمشاكل كده. بصي ابعتي بس المدير المالي بتاعك واحنا هنتصرف في كل حاجة. بس انا ماليش مدير مالي. انا متعودة انا اللي اتفق على الديل بتاعي. ديل؟ سوري الديل. اه بس برافو برافو ان انت بتعملي كل حاجة بنفسك. قولي بقى يا فهرس. فارس. قولي بقى يا فارس هتديني كام؟ اديكي ايه؟ هو انا هديك الاوتيل لحيلتي وادفع لك عليه فلوس كمان؟ تديني الاوتيل؟ مش حضرتك اسراء هانم اللي كلمتني في التليفون وجايه تشتري الاوتيل؟ اشتري الاوتيل ايه حضرتك؟ هو انا لا اكل عشان اشتري الاوتيل؟ امال انت جايه ليه؟ جايه ادور على شغل. انت جايه تشتغلي عندي؟ مفاجاه صح؟ اطلعي بره. ايه ده ايه ده فارس في ايه؟ انت بتكلمني زي كده؟ فارس قومي يا بنت قومي. قومي فارس ايه؟ يا نهار اسود. قومي. اه تمام تمام بس خلي بالك انت كده رفدتني من قبل ما تعيني. بره بره؟ ماشي ماشي تمام. ده ايه ده؟ لا هو متعنطازة قوي. لا وفارس. اه فارس. ايه يا جماعة هتعملوا ايه في البنت اسراء الوحشة الشريرة دي؟ انا سمعت ان هي هتشتري الفندق من فارس. ايوه فعلا مستر فارس قال لي كده وهو بيكلمني في التليفون. المصيبة ان هي انا عارف اكيد هتجيب موظفين جداد وتطردنا كلنا واحنا بقى نبدأ من اول وجديد ونرجع لحياتنا القديمة. طبعا طبعا ده هيطردكم يعني شر بلية. واحنا هنطرد لوحدينا ما انت هتطرد معانا. ها؟ هتطرد معانا. اه طبعا ما انا هطرد معاكم طبعا يعني ما انا مش زي زيكم انا صح يا سعيد؟ بس المشكله يا دكتور امجد ان انا لو اطردت خايف ارجع شغلانتي الاولانيه اللي انا كنت بشتغلها وانا صغير قبل ما اشتغل هنا. ادهم ادهم مالك؟ اصل وانا صغير كنت شاب. لا ادهم عشان خاطري قول. كنت بشتغل على باب سايبر. باب؟ اه تعمل ايه؟ بمسك يافطه كده واقول
فيديو جيم ونت، فيديو جيم نت سايبر، الساب 5 جنيه، الساب 8 جنيه، سوبر ماريو عربيات، سوبر ماريو فيفا، يابانيه يابانيه يلا تعالى. الله، انت بطوله حلوه قوي يا ادهم. ادهم على فكره انت لو كنت استمريت في المهنه دي كنت هتبقى انجح من شغلك في الريسبشن. ربنا يخليك يا دكتور تسلم لي، بس انا معقد يعني عشان وانا صغير كانت العيال بتقعد تمشي كده وتخطف مني البتاع وتقولي يا لتيكين وتجري. حد كان بيزقلك بطوبه؟ كان في حد بيزقلني بطوله. حد كان بيشنكلك وانت ماشي؟ كان بيشنكلوني وانا صغير. برضه انت ماضيك اهون من ناس كتير يعني. انا مش عايزك تتحرج من ماضيك لان في ناس الماضي بتاعها اسود واضحل من كده. اضحل ازاي يا دكتور؟ ناس كده يعني ناس. دكتور قول فضفض. ادهم. دكتور. مكسوف. متكسفش. يعني قول. قول. وسعيد. امور. امشي يا سعيد. هو انا غريب؟ قول. هقول لكم وانا صغير في المدرسه كنت ببدل سندوتشات الجبنه بتاعتي بسندوتشات اللانشولينج مع العيال، واللي ما رضاش يديني بديله بقله في مناخيره. هي البقله دي بالنسبه لك السواد اللي في حياتك؟ لا. امال ايه؟ انا عملت حاجات اسوء من كده. طب قول. مكسوف. يا سيدي قول. ادهم. قول دكتور. بصراحه بعد العصر كنت بخش السايبر. بحبه جدا. ايوه. الراجل بقى تيكن كان بيقعد يقول الحاجات دي. الراجل بقى يروح شمال يمين، اروح واخد انا الدراعات. تمام؟ واروح فككها. فككها كلها. وباعها بالقطعه. باعها بالقطعه؟ ايوه. انت كنت ساكن فين؟ كنت ساكن في مرازيق البلد. مرازيق البلد؟ فين؟ ايوه جنب مراجيح عم مرزوق. والسايبر كان اسمه ايه؟ عم مرزوق الاكبر. انت عارف انا مين؟ انت ادهم. ادهم ابن مرزوق الاكبر. ده انا هديك بقله في وشك. ما تتكلمش معايا باسلوبي. هتكلم باسلوبي. استهدوا بالله. عشان انت هواجم ايه؟ انت اللي قليل ادب. يا جماعه استهدوا بالله يا جماعه. مرزوق مين وسايبر مين؟ اسراء مين اللي بتتكلموا عليها دي بالصبح؟ يا عم اسراء، اسراء اللي الصبح فضلت تهزق فينا انت ايه يا الله؟ اللي عايزه تشتري قلت ايه؟ تشتري قلت ازاي؟ دي سالفه مني 200 جنيه وقالت لي هرجعهم لك بعد اول مرتب. لا ارجع تاني بالكلام كده. سالفه منك ايه يا حبيبي؟ 200 جنيه. سالفه منك 200 جنيه؟ اه. يعني كل التهزيق اللي احنا تهزقناه ده وسالفه منك 200 جنيه؟ والله العظيم نوريك ايام سودا يا سعيد. هو انا مال انا يا ادهم؟ هو انا مش الصبح قلت لك اديني 200 جنيه عشان اكمل واجيب العربيه؟ ايه 200 جنيه تجيب بيهم عربيه ايه؟ عربيه لعبه يا ادهم. عربيه بالدراع. يا سلام. اصل ابن عم مرزوق. ابن عم مرزوق. ما تتكلمش معايا بالاسلوب ده. براحتي. وعلى فكره احنا قاعدين بنتكلم في اي حاجه وسايبين حاجه مهمه جدا. ان اسراء دي لازم نوقفها عند حدها. لا. وانا كل ما بجيب سيرتها بتفضل تتجنن. انا اتجننت يا سعيد؟ اه. انا قصدي انت بتتكلم معانا بحنيه مفرطه. انا عايز اسراء دي اول ما اشوفها امسكها كده ارقشها بسناني. ارقشها كده. بقول لك يا سعيد، في واحده هنا اسمها اسراء هانم جت من شويه. شفتها. بس هي هانم من انهي ناحيه بالظبط؟ بلاش غلبه، عايزك تطفشها من الاوتيل قبل ما تشتريه. يا اخوانا بالراحه على دماغي شويه. اوتيل اللي تشتريه وهي سالفه مني 200 جنيه. لا 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 بجد كده مش ممكن، احنا كده خلاص خبنا. بقى انا اترفض قبل ما اتعين ليه؟ ماليش اهلي يسالوا عليا؟ هو يطول اصلا يعيني في الاوتيل عنده؟ اهو ده منظر واحده تشتري اوتيل ولا حتى تشتري ربع روم؟ مش معقول هي دي؟ لعلمك بلغ المدير بتاعك اني هشتكيه في مكتب العمل وهفضحه في كل حته، فيسبوك، تويتر، انستجرام، والتيك توك. هدي اعصابك يا انسه. مش برضو انسه؟ ان شاء الله. هايل، بدايه مطمئنه. انت مين اصلا؟ غلاب عبد الوهاب، المستشار القانوني لفارس بيه. ما تجيبليش سيرته على لسانك، انا بتعفرت لما بسمع سيره الراجل ده. لا اكيد ما اقصدش ازعلك، انا هخليه يعتذر لك بنفسه. مش لما تفهم الاول ايه اللي حصل. شغور بقى. اتفضلي يا هانم، نشرب درينك كده في الكافي شوب. ايه ده درينك بالنهار كده؟ انا عارف انه بالليل. لا لا انت فهمتي غلط، ده عصير فريش، اعصر اشرب على طول. اوكي بس سوري كرامتي ما تسمحليش، انا لا يمكن استنى في المكان ده ثانيه واحده. طب اديني فلوسي. غرفه داهيه بقى، غرفه داهيه. اتفضلي يا هانم، اتفضلي. افهم بقى انت ليه ما سبتهاش تمشي؟ انا اللي عايز افهم، انت ازاي افتكرتها اسراء اللي جايه تشتري الاوتيل؟ عشان انا لسه ما شفتش اسراء التانيه دي لغايه دلوقتي. بس والله العظيم يا فارس البت دي غلبانه قوي. غلبانه؟ دي غلبانه دي؟ الله بتجري على ثلاث ايتام وامهم يا راجل. يا عم دي تلاقيها بتاكل اكلهم. دي طلبت عندي في المكتب اتنين عصير قد كده. يا فارس خليك شواف. فرق معده. امانه عليك يا فارس، شغلها واكسب فيها ثواب. بقول لك ايه يا غلاب؟ هي كبرت في دماغي بقى. يا انا هي في الاوتيل. طب والله العظيم ما تحتاج لها. صدق غلاب؟ هحتاج لها في ايه؟ هو انا عندي زباين اصلا عشان احتاج لهم موظفين؟ يا عم. هو انا قلت لك شغلها موظفه؟ شغلها اي حاجه تعملها بايديها. ماشي. اديك شايف العينه. شغلها اي حاجه والنبي ابوس ايدك، حرام عليك. اوتيل طويل عريض ما فيهوش غيري. هو انا ايه؟
شمشون ده انا لو شمشون كان زماني فيصت. شمشون؟ يا ابني اسمه شمشون بالنون. يا سيدي سميه حكشه، المهم تجيب حد يساعدني. الواد ده بغض النظر يعني ان هو بيرمي ودن، والله عنده حق، بيخدم في ست مطاعم، اي نعم مفيش زباين، لكن كفايه الرايحه والجايه يعني.